يا مش انا، انا مش انا. عم ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ الحلقه اللي فاتت كنا وقفنا عند ان ايمي يعني في حاجه دلتنا، اللي هي المرايه، يعني دلتنا ان احنا نيجي المكان ده في الدور الارضي. ولما جينا هنا لقينا زي جيمي او البنت بتطلب منه ان هو ما يسرقش منها الحاجه. فانا شايف دلوقتي البوصله عماله ترقص، فانا هحاول اعمل اتصال كده اشوفها موجوده ولا لا. Is anyone there? بسم الله الرحمن الرحيم، في حد هنا؟ Hello? موجود؟ Is it Amy? Amy معايا. Yeah, I'm Amy. طيب انا هقول لها ان انا شفتك. I saw you shouting to Jimmy to give you a toy back. شفتك بتصرخ على جيمي وهو بياخد منك حاجه. هو بياخد خدها منك ليه؟ هو بيحسب الموضوع دوت ممتع او مضحك؟ قلت له رجعها لي بس هو رفض. طيب انا محتاج ان انا اربط حاجه بحاجه، يعني انا محتاج ان انا اربط حاجه بحاجه، ما اعرفش. طب انا هطلع ابص على المرايه. تمام، هطلع ابص على المرايه واشوف، اشوف المرايه هتدلني على ايه. طبعا عشان اشغل المرايه لازم اكون في مكان مظلم شوية. شغل المراية. وايه ده؟ البنت برضو. البنت. ايه ده؟ هي في زي دبدوب كده او اللعبة اللي البنت كانت بتقول عليها وبيتحط عليها زي مية. والمجنون ده كان بيعمل ايه في اللي بيولع فيها؟ انا لقيت حاجة اللي هي زي سبرتو وولاعة، فانا ممكن اسأل البنت اربط معاها الكلام ده بما اني شفت في المراية الموضوع ده. يعني اربط معاها اسألها عن البتاع اللي هو سبرتو والولاعة، واربطها مع البتاع اللي هو اتاخد منها. طيب هي ايمي. طيب انا عايز بقول لها البتاع ده بتاع ايه اللي هو انا ما كنتش عارفه ايه ده. بس جيمي ورهوني. طب انا هسالها اربط دوت مثلا بده. جيمي سو ستيلينج ماي تو واز فاني هي جيف ات تنين انيوي. تمام، هسالها اللي هو خده منها وبتالي رجعه لها تاني. هو هل الموضوع ده له علاقة باللي هو بالسبرتو؟ هو دلقوا على البتاع اللعبة بتاعتي. او ماي جاد، شكله الكلب ولع لها في الدور الأول. خد البتاع من الطفلة ودلق لها عليه بنزين. فانا اروح الدور الاول واحاول ان انا اشغل المرايه. سلالة المجنون ده ما يطلعليش. واروح هنا، استرها يا رب. وكان بيقول ان البتاع دي لما بترعش بيبقى فيه هنا ايه، بيبقى فيه هنا حاجه. فانا هحاول اخش الاوضه اللي هي 108 دي وربنا يسترها يعني. هل هنا في حاجة؟ يعني دي زي جوائز كده او حاجات، انا مش فاهم برضو ايه علاقة طيب هشغل المراية يمكن تدلني على حاجة يعني، او رقم غرفة معينة هروحها. أوضة 109. أنا خايف، هل بقى أنا لما أروح أوضة 109 إيه اللي هيحصل أو إيه اللي هعرفه؟ أوه ماي جاد، 100.
الموضوع مشيق تماما. انا في الاوضه 108 يعني اكيد في ايه ده ثانيه واحده، اكيد في الاوضه اللي جنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاوضه 109، غرفه 109. بسم الله الرحمن الرحيم. دور هنا. شنط سفر. يا ابن الكلب شكله قلع. شكله عمل فيها مقلب. طب انا اشغل واتواصل معاه. Is it Amy? Amy انت هنا؟ يا حبيبي قلبي انا شفتك وانت ماسكه حاجه. What happened? ايه اللي حصل؟ بتاع هو بيولع. ايدي اتحرقت جامد بس انا مش قادر اقول لحد. او ماي جاد مان. وبيجي لنا اشاره للسيف. انا لقيت السيف ده وفي الدور الاول وفي شخصيه جديده ظهرت. السيف في الدور الاول انا جبته وبعد كده شاور لي على الراجل ده وبعد كده شاور لي على ايه الدور التاني. او ماي جاد مان. طب ايه علاقة السيف بالراجل ده ومين الراجل ده بقى؟ طب احنا هنطلع الدور التاني ونحاول نكتشف ومن غير ما نموت. نطلع الدور التاني يا رب. قلقان جدا. ده جيمي ده طلع فعلا متخلف جدا. ايه ده؟ وفي صوت بيخبط؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. ساتر يا رب! مين ده؟ جيمي. جيمي؟ I'm Dr. Bose. دكتور بوز. I'm just here to have a little chat, okay? بيقول له أنا هنا عشان عايز أتكلم معاك كلمتين بس. Thank you, Jimmy. I won't be long. أنا بقول له يعني شكرا أنا بس مش هطول عليك. Oh my god. You know man in sweet. ماشي. طب اخش طقم. طب ما فيش حاجة انا هحاول اخش. يا الله يا ربي. سأحاول ان اتواصل مع هذا الشبح مثلا. كان في شبح هنا. Is someone there? في حد هنا؟ Oh my god. What's your name? هو انت اسمك ايه؟ دكتور بوز. هو طبيب نفسي حاجه زي كده. I saw a man knocking on a door telling Jimmy he. تقول انا شفت حد داخل الاوضه. هو ده انت يعني؟ It was me. بقول لها ده انا كنت بتكلم. قلت اتكلم مع جيمي شوف ايه اللي بيضايقه. الان بتالي والدته الان بسبب المناخوريا اللي هو فيها. فالمفروض ان ده الدكتور ده اللي بيتكلم معاه. طب انا شفت. طب انا اربط ايه بايه عشان يديني مثلا حاجة. هو قال لي الصحة العقلية ودي زي رسومات مناخوليا كده مكتوب يعني مرسوم حاجات باي حد قاطع رقبة حد وايد حد. فانا هسأله عن الرسومات دي مين اللي رسمها يعني؟ جيمي. انت متأكد؟ طب انا هربط ده بده. تمام هربط ان هو دكتور بالايه بالرسومات. I got a call from Rose. She want me to find out what. شوف ايه اللي بيضايق جيمي. But Harvey was worried about the thing. جيمي used to draw. طيب انا هسأله عن البتاع ده. انا ربطت ده بده. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind. Does that لما قلت ان امه قلقانه بسبب صحته العقلية. هل ده له علاقة بالفيولنت اللي هو drawings الرسومات الغريبة؟ احنا شخصية اختلقناها
علشان اعرف هو بيفكر في ايه. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ في الدور الاول؟ يا جدعان انا شفت حاجة في الدور الاول بس انا مش مكانتش واضحة قوي. حاول اشغل المراية تاني واكتشف الموضوع. استفاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ البنت برضو تعيط. الدور الاول مين ده؟ الدور الاول يا الله. بصوا يا جماعه، هو الموضوع مرتبط بالدور الاولاني. انا ايه اللي بقى اللي في الدور الاولاني انا معرفش كويس يعني، بس انا هحاول انزل واكتشف السر. ودلوقتي الدكتور قال لنا ان هو كانوا يعني بيخليه يرسم حاجات وكده علشان خاطر يعرف هو بيفكر في ايه بالظبط. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ظهر لي ايه؟ اختفي 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 اختفي. اوعى يجي يفتح. بيحاول يفتح، بيحاول يفتح، دخل. مشي مشي، ما زلت في خطر. لازم جيت هنا ازاي يا غبي؟ جيت هنا ازاي؟ كده رجعت الدور الاول مصلحة. انا هخش اي اوضة معلش وهشوف المراية هتقول لي ايه. معلش انا كده في الدور الاول. ماشي، عيط عيط يا حبيبي، العيط بيريح. ها وبعدين فاكرين التمثال ده؟ انا اروح عنده، ربما هناك قصة لا اعرفه. الشخص مين الشخصية دي يا جدعان؟ هل هو الدكتور ولا مين بالظبط؟ شكرا يا مرايتي. ايوه ايه ده بقى؟ ده الستور المخزن اللي انا كنت فيه اصلا. لا مراية طولت المرة دي، شكل في احداث كتير هتحصل هنا صح؟ اعتقد هنا، اعتقد هنا لان البتاع عمالة ترعش. انا هشغل هنا ال بتاع بيعمل دوشة ازاي يا جدعان؟ Oh my god. Is someone there? تشويش عالي يا جدعان. ليه؟ ليه؟ ليه يا عمي ليه؟ ده أرنب ولا إيه؟ إيه ده الأرنب؟ ده أرنب؟ في حاجات مرسومة على الحيطة يا جدعان. You need to تواصل. Is it Dr. Bose? هل أنت الدكتور؟ دكتور بوز. انا شفتك معاك حيوان ميت. ايه اللي حصل بقى؟ جيمي قتل الحيوان، بيقتل الحيوانات. والمكتوب ان هو الدكتور كان بيقول لجيمي ان هو كان يعني عايز يحسن عنده مهارات التعاطف، فقال له معرفش اربط حاجة او كده وتعاطف معاها او كده، فهو عمل حاجة بعيدة الحاجات. انا ربطت فربطت السيف بالكلام اللي هو قاله. قال ده له علاقة بال يبقى مالوش علاقة، مالوش علاقة. طيب البلاد دي ممكن
Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? يعني دي ده الدم دي بتاع بتاع إيه بقى؟ It was mine. I kept it in case I needed it as evidence. دي بتاعة الدكتور. طب أنا هعمل المراية تاني. أعمل مراية تاني يمكن تدلنا على مكان الحاجة اللي أنا عايزها. اللي هي السلك اللي هو كان عامله ده أو معرفش. ادي البنت برضو تاني. و ايه بقى؟ تمام شكلها كده. ايه ده؟ هو مش شكله ماسك دم؟ مش عارف دم ولا ايه؟ يخرب بيت سنينك يا اخي. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ عيش. 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 تستمر الحقائق والغموض. طب يا جدعان انا هروح عند التمثال واسيبها على الله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ايه؟ يا رب ما يطلعليش. بتعيط فين دي؟ ايوه. ايه بقى؟ اكيد في حاجه في الاوضتين دول. الاوضه دي ضلمه. في حد بيعيط يا جدعان؟ في حد بيعيط؟ Let's go. مش هنا. انا مش هنا. عم بليز مان بليز. كده مشي ولا عامل نفسه بيقفل الباب زي المره اللي فاتت؟ بس المره اللي فاتت دخل لي برضه راح قافل الباب وراح مديني على طول. امال هي فين؟ طيب انا عايز افهم. ايه ده؟ قلت لك يا جيمي ما تعملش كده. خش 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 خش. عندنا تواصل مع الاستاذه. بسم الله. Amy? Amy! Yes, I'm Amy. I saw you outside a room. Something شفتك برا الأوضة. What was في حاجة مضايقاك. إيه بقى اللي مضايقك؟ أنا كنت بحاول ألاقي الدكتور بس جيمي كان عايزني عايز يخليني موجودة بأي شكل من الأشكال. طب انا مش عارف اربط ايه بايه. انا مش فاهم. طب اسالها عن الدم اللي على البتاع هتقول لي معرفش. could have been mine. حلو ده. طب انا هطفي ده وشغل المرايه وقولي لي يا مرايه. فده ما فهمتش منها حاجه. يعني لو في حاجه ناقصه اروح اجيبها. ايه ده بقى؟ تعيط تاني. ايوه السيف. انا هسألها على السيف. تعرفش مين الراجل ده؟ على الله حكايته بقى. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Yes, he got it down from the wall. It looked really sharp. He made me promise not to tell anyone, and he said he would. 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 He
طب خلاص انا هقول اشوف مرايتها هتوديني على فين. وريني يا مراية كده، وريني يا مراية. البنت تاني، البنت تاني، البنت تاني. ايوه ايه الغرفة 112، الغرفة 112. حصل حاجة في الغرفة 112، وانا من شوية شفت رؤية كده مرتبطة بحاجة يعني محطوطة، والبنت مرغمة عليها او حاجة زي كده. انا هحاول اروح اشوف الغرفة دي فيها ايه كده. 113 112. خش هنا كده نشوف. هي بتشرب ايه يا جدعان؟ بتشرب حاجة والبتاع عليها في ايديها دم، ايديها دم. You need Amy drinking something. بتشرب حاجة بشعة. Is it Amy? Amy، انت هنا؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ I saw you drinking something. انا كنت شايفك بتشربي حاجة يعني وحشة. What was it? ايه بقى ده؟ الولد قال لها ان هو علاج، بس هو طعمه فظيع. طب اربط ايه بايه؟ الويسكي. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? بس الاطفال ما بتشربش البتاع. طب انا هربط ده، هربط ده تمام، هربط اللي هي شربته بالويسكي يمكن. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? يمكن. Maybe. ممكن. She told me to keep drinking it. هو قال لها لازم تفضلي تشربيه. I started to feel strange. بس بدأت أشعر بحاجات غريبة. أنا توقعت كده برضو إن الكلب ده أو إيه ده؟ هي الرؤية مش ظاهرة أوي يعني، بس إيه اللي ظاهر ده؟ السلالم. السلالم السلالم السلالم. لحد كده يا جدعان وكفاية، لأن الدماغ كان عارف إنها هتلف. كده فهمنا إن الشخص ده واكتشفنا شخصية جديدة اسمها دكتور بوز، اللي هو بيعالج الشخص ده تمام، وقتله الحيوان بتاعه بطريقة ما. بس احنا دلوقتي في قضية الطفلة دي اللي هي بتدلنا إن هو يعني معرفش قاعد يحط لها، معرفش ولع لها في الدبدوب بتاعها وشربها حاجة مرتبطة بالويسكي، ومعرفش في حاجات تانية. خلاص انا اعتقد ان الحقيقة خلاص بتقرب، والموضوع دلوقتي مرتبط بالسلالم. فانا قبل ما اعمل قبل ما اقفل الحلقة، انا هدوس على المراية واشوف هي هتدلنا على فين بالظبط، وبعد كده نكمل الحلقة الجاية. يعني الموضوع دلوقتي ماشي، الطفلة برضو. والاول كان مرتب قال لنا نروح الغرفة 112، ماشي. الدور التالت. الموضوع متعب، ودي شخصية انا معرفش هي شخصية مين بالظبط، معرفش. بس بقية الحقائق ان شاء الله نعرفها الحلقة الجاية. كده احنا يعني مرتبطين بالدور التالت، والدور التالت ده جديد واعتقد صغير ومليان بأحداث كتير عن الأستاذ جيمي. ألا نكتشف شخصيات جديدة أو حاجات تانية أو حاجات كان بيعملها في الناس اللي في الفندق عنده، معرفش. بس عايزين نعرف هو عمل إيه في الطفلة دي بالظبط. وآخر حاجة شربها أعتقد ويسكي تمام. ما تنسوش اللايك، وأشوفكم الحلقة الجاية. يلا سلام.